هات نحكيو على حلق الواد، حلق الواد شنو احوالها، شنو الاجواء، شنو الاستعدادات للموسم الصيفي وللاصطفاف؟ والله يعني احنا نتمنوا بطبيعه موسم سياحي مزيان، نتمنوا توريست بطبيعه يقبلوا على تونس، ان شاء الله يتعدى موسم باهي. والحمد لله اليوم انا اول نهار جيت لحلق الواد مع العائله، حاجه حلوه ياسر. ديما حلق الواد عنده الشرم نتاعو، ديما عنده الجو نتاعو، هذه الحاجه المزيانه. وان شاء الله بطبيعه نتمنى البلديه تاع حلق الواد تقوم بالواجب بشويه في النظافه بطبيعه، باش التوريست يجيو يلقوا حاجه تبدا مزيانه، وهذا وجه للناس كل بطبيعه. ماك تعرف خاطر حلق الواد ديما العالم الكل يعرف حلق الواد، ماذا بينا ذي بطبيعه نداء للسلطات تجي تفقد لنا حلق الواد، سواء في الوسخ ولا في برشا حاجات. كل صراحه انا ما عندي شفت حاجه تو، ما عندي حلق الواد يلزموا نظافهم مسخ شويه، ثم كيما الحاويات روايح خايبه ياسر. ماذا بينا تو ننقذوا الموسم السياحي على بكري، باش ما تصيرش برشا ريكلاماسيونات. ونحبوا ديما اي انسان باش يجي ديما حلق الواد يبدا يجي يبدا فرحان ويروح فرحان بطبيعه. ونداء بطبيعه لوزير الداخليه ناس توفيق شرف الدين نحترموه برشا بطبيعه، كثره الامن بطبيعه عنده دور باش يبدا السائح يلقى راحته، يبدا الامن يبدا مستتب ويبدا لاباس، ما ثماش بركاجات، خاصه حكايه الكراهب والاكتظاظ نتاع حلق الواد، باش تلقى العباد وين تحط كراهب نتاعها وتدور وتبدا متفرط. انت تدور بسنارتك في شط حلق الواد؟ اي خويا انا كتشوف اجواء عالميه اليوم، ونعملوا في دور وعكله اليوم، ثم يشدوا كعبات بوري، كعبات تريليا، كعبات فهمتني، ها ندوروا اجواء عالميه فهمتني. والله شديت ولا ما شديت؟ والله انت والطقس اليوم فما بتعوم لهنا، نبدلوا البلاصه، نشوفوا بلاصه تاع حجر كي نبدلوا، نمشي سيدي بو نشوفوا البحورات تاع تونس اليوم، فما شويه مسك معناها الدور. شوف انا الاكثر بلاصه تعطي وين الحوت، وين احنا خويا، وين ثم مس نشدوا البلاصه اليوم تاو مثلا مس بيح خويا كعبالام فماش. تم الاجواء عالميه بون كيف عمل عليها جو، عاملين جو الحمد لله. كتشوف خويا فهمتني كيف شفت الاجواء في حلق الواد، الاستعدادات للموسم الصيفي وللتبحيره وللجو؟ الاجواء مزيانه برشا خويا، كتشوف وديما نهار لحد عامل ونهار الاثنين اليوم نقولوا ترجع العباد تقرا وترجع فما تقل العباد وكل شيء. اما خويا فما برشا همجيه الحق، فما برشا تطفولات، فما برشا شباب صغار قاعدين يعملوا في الشغب وقاعدين يعملوا في البراكاجات وقاعدين يسرقوا في الكراب في الباركين. هكا يجيو طول حلق الواد البلايص هذي؟ يجيو الحلق الواد، يجيو سيدي بوسعيد، لاميكار، وين تمشي تلقى الصغار. كيف البارح مثلا مشيت باش نعمل نشد كعبه حوت في سيدي بو، برشا مشاكل. ماذا بينا يكثر الامن في الشواطئ التونسيه باش ترجع السياحه التونسيه كيف ما كانت، باش ترجع النشاط نتاعها. زيد مع الازمه اللي تعدت، ازمه كورونا، الدنيا مسكره وما فماش توريست، ما فما حتى شيء. على الاقل ترجع تونس تحيا شويه، وشدوا صغاركم النداء هذا للامهات والبيان الاولياء بصفه عامه، شدوا صغاركم شويه وحلوا عينيكم، راهم يعملوا في برشا شغب وبرشا همجي. اليوم فما ناس معنا بالذمه تجي معنا باش تبراكي باش تنطر باش فما عباد خدمتها هذيك، خدمتها راهي تلقى توريست، تلقى عباد جاي من برشا بلايص بعيده، عباد جاي من الريف يجي خدمته هذيك اخويا، يجي يقمر لك واحد ولا زوز ماهمش ولاد بلاصه فهمت، يفك له اللي عنده وزيد ماخذين فكره فهمتها كيفاه. عبيد هذيك عملتها خدمه تو، البراكاجات والسرقه والنطره، الكلام الزايد وكلام غير معقول هذاك الكل. الكلام الزايد اليوم فما عائلات معناها تجي مع بعضها باش تبحر، فما خوات، فما واحد يجي هو ومرته ويسمع كلام زايد، سامحني ما فماش احترام، ما فماش احترام من الاولاد الصغار يلي عمرهم تتجاوز من 15 و16 سنه، هذوكم يلي ماهمش مهذبين، يلي يعملوا في الشغب واللي يقول في كلام الزايد، ما عادش معبرين كبير صغير، ما عادش معبرين راجل ومرته، واحد هو ام وهو واخته، ما عادش معبرين، ما عادش فما روح، ما عادش فما رجال زمني فهمت باش يتكلموا، خاطر توا تتكلم يشد براكيك عادي فهمت، يهبطوا بال 50 ب 60 واحد. يا بت كورتيج كامل، يا بتولك ب 13 واحد يتقابلوا الاصحاب لهنا، كلها تبراكي، كلها تسرق، كلها تفك فهمتني. ما تنجمش انت تتكلم مع واحد باش يضربوك الكل، وانت عندك جهد ال 13 واحد فهمت، واللي غيره باش يشد قدر وكل يقول لك شنو اسكت على روحي، يعني انا شنو مدخل يضربني بسكينه، يضرب لي مرتي، يضرب لي بنتي، يضرب لي ولدي، هذيك الديفو الموجود في تونس. ان شاء الله ربي يبقي الستر وربي يحياها خويا تونس.
وترجع الدنيا كيف قبل ونتجاوزوا فتره كورونا ونتجاوزوا كل شيء. انا حلق الويد دوايا كي نبدا مخنوقه هكا ونحب نتنفس نجي حلق الويد. نجي نحبها حلق الويد تفر لي بلاد هكا شعبيه بلاد شعبيه وفما برشا هكا حيويه فيها برشا حيويه ونشاط ورستوراناتها باهين ومعناتها كل واحد يجي يعمل فطاير يعمل تحويسه يعمل كويس تي ويقعد شويه على الحرف البحر يحس روحه هكا رجع 20 سنه لتالي. رجعت للزمن الجميل. رجعت ديما تجي حلق الويد حتى من صغرك؟ ديما نجي ديما ديما كنا سيدي عبد العزيز كنت صبيه ديما سيدي عبد العزيز المرسى سيدي عبد العزيز صفصاف ديما وملي كبرت وليت حلق الويد ديما حلق الويد نجي نعشي فيه ساعات نجيو من الصباح نقعد ما نعومش ساعات نقعد هكا ولادي ساعات يعوموا وانا نقعد على الرمل هكا ندوي سفيقاتي بشويه ماء رمل ومن بعد نعمل قهيوه ولكن البريكه كانت قبل توا قليله وليت كانت البريكه نتاعها هذيك نعملوا بريكه ونعملوا تحويسه هكا ماشيه وجايه ومن بعد ناخذ تاكسي تلقى في كل وقت تاكسي موجوده بقعه قريبه لتونس انا نسكن باب سويقه بقعه قريبه لتونس نفسوا فيها ونروحوا. يعني الدواء نحس روحي الدواء حربوشتي انا اسبوعي حربوشتي وحلق الويد ما نتفرجش في اسبوعي ما يجينيش النوم وحلق الويد نحب حر حلق الويد نحب حلق الويد. الظروف والجو متاح اليوم معناها سافا سرع شنو الحاجات مثل السلبيه اللي تشوفها توا في حلق الويد شنو الحاجات اللي تحبها تبدل تتغير شويه البحر مسخ البحر مسخ انا ما نعومش هنا نعوم يلقدين بكل ولا غادي بكل خاطر هنا مسخ شويه انا نختار نجي في وسط الجمعه هذا السبت لحد ما يتقرب. لا لا ما يتقربش السبت لحد لا ديما في وسط الجمعه نجي وانا وبنتي وانا ولدي واللي تاو خاطر مريض شويه دي نجيب وليداتي نقعد نعدي نهير كامل ونروح نمشي اما كي تنبك 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 الواحد نمشي الرفرف بنزر نمشي الرفرف انا بنزرتي نمشي الرفرف عندي اختي تكري غادي واختي الاخرى وكل نمشي لغاديكا بنزرت يعني في الكاليتي نتاع البحر والجو كل شيء خير برشا من حلق الويد برشا 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 خير برشا خير اما حلق الويد تحس هكا مازال تحسها تجي على خاطر زمنيه كلاسيكيه هكا زمنيه وباهيه تتذكر عليها الماضي شعبيه بالطبيعه بلاد شعبيه وبلاد نظيفه في وسط الجمعه نظيفه سبت ولا حتى تخلط سبت ولا حد لا كلهم ينظفونا شويه على الاقل حتى واحد يحط ساقيه تبدا بقعه نظيفه اما هو محليه 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 نحبه وانا حتى كندور على الريستورانات هكا نبداو ماشيين جايين تحس فما شعبيه فما اكل ياسمين مازال واكل ورد مازال والتاي بالبندق وباللوز مازال حاسينه باهيه 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 بلدنا الشعبيه هي احنا الحاجه الحلوه نتاع تونس كلها تنحات قعدنا نتشعبتوا في حاجات هكا نرجعوا فيهم في الزمن القديم الزمن الجميل نقولوا احنا نرجعوا فيهم هكا شويه شويه مشينا في الكورونا صفصاف مشينا الكورونا مسكر الدنيا فما شيء وهنا بالبوليسيه وجينا النسمه والعصير نسمه تهب المحليها نسمه تهب المحليها تقتل نسمه محليها حلق الويد اللي غني عليها لطفي بوشنيق المنطقه الكلاسيكيه اي حلق الويد المنطقه والله انا مانيش من هوني انا من ايطاليا جيت لهنا نطل على تونس والكل الحق كي نبدا غادي في ايطاليا نبدا نتشهم نقول ما صابر راني جيت في حلق الويد فهمتني يعني تسكن في ايطاليا ولا من اصول ايطاليه؟ لا نسكن في ايطاليا اما عن قريب باش نولي اصول ايطاليه مش معاش باش تولي من اصول تونسيه؟ لا تونسيه ديما كيك طيب تاخذ ناسيوناليتي بدلت حلق الويد شويه تبدلت كهو سينو عندها نسمه البلاد وحدها عسلامه مرحبا بحرت على بكري في حلق الويد اليوم اي نعم على بكري اليوم التحيه بديت على بكري هاي شو الاجواء احكينا على الاجواء على البحر على الامبيونس ان شاء الله سنه سيزون به ان شاء الله بجهني به البحر هاك تشوف نظيف ولا مش نظيف؟ هاك تشوف وحدك شنو وراي؟ والفهم يفهم في حلق الويد قال لك البلديه تنظف يوميا لكن المواطنين ما هم ما ينظفوش يطيشوا الزبله وين يجي ما يحترموش على خاطر البلديه عامله حاويات فماش حاويات وينهم ترى؟ بلدية تتكلم بركة وين فما حاويات المواطن مش الأول وقت يلقى حاوي يحط في وسطها ما فماش حاويات احكي لنا على الجو تاع حلق الويد على ال من ناحية على البحر ولا على البحر وعلى الجو بصفة عامة أنا روزفلت ما شاء الله خدمة ما شاء الله
فهمني ناقصه شوي افهم انت. حلق الواد ديما في الليل به امبيونس برشا تويت زي يختاروا حلق الواد في الصيف حلق الواد للزوال باختصار بتبيعها مطاعمها مرفقه صراحه ولا قريب قريب للبحر كل الزوال ياخذ لك ساندويتش ياخذ لك بيتزا ياخذ لك كذا اما اخويا باش تقدم قدام تمشي قدام تبدا بالكرم وتبدا لا 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 قدام قرطاج والمرسى والمرسى امريكار سواما ما حتى على الترجي تو هنا قريب طابت بالطران تلقى روحك قريب الحلق الواد الحلق الواد مازال السنه ما شاء الله هو يخدم بالقداد سيزون سنه باهيه باهيه باذن الله باهيه اذا كان خلاونا نخدم انا ولد باب جديد مانيش ولد حلق الواد لكن كل عام يجي حلق الواد اقرب لي اللي ما عندوش سياره مواد ترانسبور لا لا واحد اسمع 500 فرنك ياخذ حلق الواد يبدا في اخر ويلكام ولد ديما